أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء. كنت أبحث في بعض الفيديوهات السابقة وذكرت أن في إحدى الفيديوهات مقطعا عرضته لكم البارحة، قلت فيه بأنني قرأت أن وكالة ناسا تستطيع يعني تحديد ليلة القدر بعلاماتها التي وردت في السنة النبوية، وكان من باب التساؤل، فرأيت هجوما من بعض الإخوة وعلى أن وكالة ناسا لن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ليلة القدر وما إلى ذلك من الكلام والطعن. وعلى كل حال، أنا لم أقل بأن ناسا هي أفضل من أو علمها أفضل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حبيبنا المصطفى دلنا على علامات في أحاديث عدة، وفي هذه الأحاديث والروايات ما يدل على تحديد ليلة القدر. وإذا ونحن ضربنا بمثال حينما قلت أن ناسا لديها أو تعلم الليلة التي يعدها المسلمون ليلة القدر، ليس ذلك لأنهم يعلمون الغيب، ولكن ثبت علميا أن الأرض ينزل عليها في اليوم الواحد من 10,000 إلى 20,000 شهاب من العشاء إلى الفجر، غير أن ليلة القدر لا ينزل أي شعاع أو شهاب. وكالة ناسا الأمريكية يعلمون بهذه الحقيقة منذ 10 أعوام، وأخفوها عن المسلمين لخوفهم، أو أخفوها عن العالم لخوفهم من انتشار الإسلام، لأن هذه المعلومة توافق الحديث الصحيح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة سوف يدخل الناس في دين الله أفواجا، حيث أن الأرض في ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان لا تضرب بأي نجم، وسلام هي حتى مطلع الفجر. هذا التصريح منقول من لقاء مع الدكتور الذي اسمه الدكتور عبد الباسط، وهو رئيس المجمع العلمي لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وذكر الدكتور عبد الباسط عددا من الاكتشافات لأحد علماء ناسا، ومنها ما يثبت روعة ليلة القدر، وأن ناسا أخفته عن الناس واعترف بها أحد علماء ناسا، وهو الذي يدعى كارنر، وهو من كبار علماء الفضاء، موضحا أن إثبات ليلة القدر ومعجزتها يمكن نشره على العالم، حيث ورد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وهو حديث صحيح نصه ليلة القدر ليلة القدر بل جاء لا حر ولا برد ولا يضرب فيها الأرض بنجم، صبيحتها تخرج الشمس بلا شعاع وكأنها طست كأنها ضوء. الشاهد في لا تضرب فيها الأرض بنجم أي بشهاب. وعليه أقول أن حينما نذكر وكالة ناسا لا يعني ذلك أننا ندعي أو نقول على أنهم يعلمون ما لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الزمن التطورات التكنولوجية، يعني الآن بالنظر إلى وكالة الفضاء هم يراقبون تقريبا مدار الكرة الأرضية يوميا، ويعرفون الأيام التي ينزل فيها الشهب بكثرة، وينزل فيها الشهب أو والليلة التي لا ينزل فيها شهاب هي توافق إحدى ليالي العشر من رمضان، وهي ليلة القدر
بإذن الله تعالى ومشيئته. أعتقد أن هذا لا يعارض كوننا أو قولنا بأن وكالة ناسا قد تعلم الليلة التي لا يضرب فيها الأرض بشهاب، لأننا عندنا نص شرعي في هذه المسألة. أرجو من الإخوة التريث في الحكم والحكم على الناس واتهام النيات والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. عادة العرب للأسف أبناء المسلمين خاصة يعني يطعن بعضهم في بعض في مواقع التواصل أو في اليوتيوب أو شيء، يعني المفروض يا إخوان، حتى هناك من يعترض على تتبع ليالي القدر وشروق شمسها ويرى أن ذلك لا فائدة منه. أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد أننا أمرنا بتحري ليلة القدر، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من حددها بصفات معينة، ومنها تتبعهم لشروق شمسها، ولنا قدوة في ذلك. أضف إلى ذلك يا إخوان، والله أنها طبعا هذه لا يعرفها إلا من جربها من المسلمين، أن تتبع ليلة القدر بعلاماتها سواء كان في الليل أو مع شروق الشمس صبيحتها، والله أن ذلك متعة لا يتذوقها إلا من يتحرى ليالي القدر ومن يتتبع صبيحة شمس صبيحتها. لذلك يعني كفوا ألسنتكم، أخص الناس الذين يتكلمون أو يطعنون أو يردون يعني أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يكن لنا في هذه التتبع في ليالي القدر إلا ليالي العشر لتتبع ليالي ليلة القدر إلا أننا نتذاكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم له كفى. هذا خير عظيم أنك تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها ومن أقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة. فهذه المسألة مسألة شرعية لا يمكن الاعتراض عليها، ومن يعترض ولا يريد أن يتتبع ولا يريد، يا أخي الكريم أمكث في بيتك، ما في داعي أبدا أن تتكلم على الناس أو تطعن في زيد وعبيد. يا أخي الكريم اتق الله في نفسك ودع الناس. أنا والله يعني أكون أكثر انبساطا إذا سمعت مثلا، إذا قرأت مثلا تعليق من دولة عربية أو دولة في دول المغرب العربي أو دولة عالمية، باريس، إيطاليا، أستراليا، بريطانيا، تأتي تعليقات كثيرة يقولون رأينا الشمس كذا، رأينا الشمس كذا، أو في دول الخليج أو في العراق أو في المغرب العربي، الجزائر، تونس، أجد تعليقات من جميع بلدان العالم وكلهم يقول رأيه في هذه الليلة وأنه رأى الشمس كذا وأن اليوم عندهم كذا. هذه متعة، هذه والله أنا ذكريات أعتبرها ذكريات رمضانية، ذكريات جميلة رمضانية. من أراد أن يشاركنا فأهلا وسهلا به، ومن أراد أن يعترض فليعترض لنفسه. خلاص ما تريد أن تتابع لا تتابع أحد ولا تتابع شروق الشمس وتعبد كما تريد، لكن هذه نحن اعتمدنا على نصوص شرعية، فكيف تلومنا على مثل هذا؟ أنا أطلت وأسهبت في هذا النقطة لأنني وجدت الكثير حقيقة من الردود المنرفزة أو الردود الاستفزازية أو الردود التي لا يريد أصحابها الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله في أنفسكم، نحن في ليالي فضيلة وأيام فضيلة، المفروض تشجع الناس على تتبعها ومعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أنا أحدثكم الآن من جبال المدينة المنورة، شرق المدينة المنورة. لمن يتساءل أنا من أين أتحدث، من أين أتكلم، أنا أتكلم الآن من المدينة المنورة أو شرق المدينة المنورة، جبال المدينة المنورة. ويعني سنويا أنا أتتبعها من المدينة المنورة. على كل حال يا أيها الأحبة،
أقول سوف أكتفي بهذا، وإن أعجبكم الفيديو سجلوا إعجابكم وسجلوا اشتراككم وتفعيل جرس التنبيه. أستودعكم الله وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.